السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. أزور سيدي حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسين، أشهد أنك جاهدت في سبيل الله ونصرت الحسين ابن بنت رسول الله وواسيت بنفسك وبذلت مهجتك، فعليك من الله السلام التام. السلام عليك أيها القمر الزاهر، السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي ورحمة الله وبركاته. أزور السيد إبراهيم المجاب عليه السلام، السلام عليك أيها السيد الزكي الداعي الحفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك الحسين عليه السلام علانية وسرا، فاز متبعوك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك، والمتخلف عنك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا سيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ورحمة الله وبركاته. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك، والصلاة والسلام عليك يا سيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ورحمة الله وبركاته.